50,000 ريال 1000 يا ابو عيد 1000 ريال 1000 قضيتها. حمل السيارة هذه ب1000 ريال. حياكم الله مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، واسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. نتواجد اليوم في هذا السوق، سوق الجح والشمام في منطقة القصيم، وتحديدا في مدينة بريدة، في موقع مهرجان مدينة التمور. هذا الانتاج مثل ما تشاهدون من الجح والشمام من عدة مدن بالمملكة، من الرياض ومن حرض ومن وادي الدواسر ومن ساجر. خصص هذا السوق، هذه الساحة في مدينة التمور لهذا الموسم، موسم الجح والشمام، وتعرفون الجح والشمام من الفواكه الموسمية، فهنا فرص عمل للشباب في طلب الرزق والجد والاجتهاد في العمل، وفي فرص استثمارية كبيرة. أنا شاهدت قبل شوي 635 كرتون فلين انباعت بريالين، ومباشرة الشخص اللي شراه الله يبارك سنه وله جاه مكسب ريال، باع 3 تريل في غضون 5 دقائق. في هذه فرصة للشباب انهم يجدون ويجتهدون في طلب الرزق، وينفضون عنهم غبار الكسل والنوم، ويبحثون للأرزاق في مثل هذه المواقع، كما قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. الناس يجون بدري عقب صلاة الفجر لهذا السوق، ويحضرون المزادات ويحملون سياراتهم اللي تشاهدون ما شاء الله، ويتجهون إلى المحافظات والقرى المحيطة في منطقة القصيم، ويصير فيه بيع للتجزية وبيع للجملة. 36 الحراج الآن على هذا الكوم اللي تشاهدون، المربع هذا اللي تشاهدون، المجموعة هذه 3 حبات تقريبا، الكوم 36 ريال. يا عبد الله تحمل سبع يا احمد الكوم هذا ب 37 ريال، 3 حبات الكبير، هذا النوع الكبير ثمان وثلاثين وصل تسع وثلاثين حبات كبير تم بالحيل ناظر، هذه تنباع الحالة ب 40 ريال. تسع يا احمد، تسع وثلاثين يا عبد الله، 39 هذا من الشباب المميزين، هذا بالمروتي. يلا حيوا يا هلا، كل عام وانتم بخير، الله يوفقنا وياك. انطباعك على السوق؟ السوق ما شاء الله تبارك الله، والسوق بدات اسعار تصير زينه، تمام، مناسب للجميع، لكن وين اللي يبي الشغل واللي يبي الدراهم؟ شوف الدراهم قدام عيونك، ينفض عن اخبار النوم والكسل. الشمام بلاش، هل تشوف الشمام شفته بريالين؟ على 3 وعلى 2 وعلى 7 وعلى 6 وعلى 10 وعلى 11. طيب انتاج القصيم متى ينزل من الشمام والجح؟ نزل هذه، شوف الايراني هذا انتاج القصيم. ايه
والجح الفئات اللي تشوفه كلهم ناقصين هنا. والجح اللي هناك تشوفه اغلبه كلهم ناقصين. الاول. بس انه طيب، اول ويصير طيب بالحيل بالحيل بالحيل. الله يوفقنا وياك، بيرزقنا وياك بفاسع وحضره يا حبيبي. هذا المربع انباع كله على 13 ريال للكوم. الكوم يجي 3 حبات من الكبار اللي تشاهدون هذه. يعني الان لو تروح لاي محل خضار او اي محل للتفريد تلقاه يبيع هذه مثلا ب20 ريال. الان كل هالكوم اللي تشاهدون 3 حبات ب13 ريال. هذا يوم اقول لكم ان في فرص استثماريه وفرص للشباب انهم يجدون ويجتهدون في طلب الرزق. ومثل ما قلت لكم مشاهدي الكرام انه في فرص كثيرة في هذا السوق، الشبابنا الجادين والمجتهدين في طلب الرزق اللي ينفضون عنهم غبار الكسل والنوم، وعندنا 2 من الأبناء نموذج للشباب المشرف. عبد العزيز البليهي، يلا حيه، يلا قوة. وحبيبنا أخوك عبد الله، والنعم عبد العزيز وعبد الله. طيب عبد العزيز وعبد الله، كم لك وانت تبيعون تشترون بالسوق ما شاء الله؟ اسبوعين وهذا على شوي شوي ما شاء الله. ايوه الكميه اللي تشتري كل يوم تقريبا كم؟ والله على حسب، على قد، لاني ما انا ببيع، اخذ وبيع بموت. ايه ماشي على حسب، احيانا 20 كوم 30 كوم تمام، اللي به 3 احيانا نوصل 60 حبه 70 حبه على حسب السعر. تشتري من الحراج من هنا وتبيع بالتفريد بسيارتك برا. طيب نصيحتك للشباب اللي يعني نايمين مع الاسف في بيوتهم، الواحد يترزق الله بهالسوق، مو بيترزق الله بس يشوف يتعلم من هالسوق الله من فضلك. النوم مش بينفعك، يقول لك ما يذوق العز خمام الوسايد. يا حبي قلبك الله يوفقك، الله يوفقك ويفتح لك ابواب الرزق. عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله. شقردي يا عبد الله ما شاء الله عليك. طيب تقول لي يا عبد الله ايش انطباعك عن السوق؟ وناس وكسب معرفة. طيب ان شاء الله نشوفكم في مهرجان التمور ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. الله يوفقكم يا رب العالمين، وشكرا لكم، وترى انتم قدوه للشباب. يا حبيب. والله قدوه للشباب، والله يوفقكم ويفتح لكم ابواب الرزق. قولوا امين. شكرا لكم يا حبايبي، شكرا لكم. ختاما ارجو ان يكون هذا الفيديو نال على اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس واللايك فديتكم والتعليقات ومشاركه الفيديو اذا اعجبكم.